ضعفنا نحن وتنازلنا عن ديننا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار أهل الباطل ينكرون على أهل الحق. يعني الآن صار الحليق ينكر على الملتحي، يقول شو اللحية هذه؟ ايش فيك؟ ايش حق حاط لحية؟ هو حليق. قل أنت ايش حق حليق؟ المفروض أنت اللي تنكر عليه. كوننا احنا أنكرنا إنكار عليهم صار هم ينكرون علينا الآن اللحية. ليش مقصر دجاجتك؟ هو مسبل، هو غلط، أنا صح. صار هو ينكر علي. ليش مكمكمه؟ ليش مغطي وجهك؟ اكشف وجهك وهي تقام تبرجة وتنكر على المحجبة أو المنقبة أو المغطي وجهها. فالقصد للأسف يعني صار الناس الآن فقط يهمهم نظرة الناس إليهم ولا يهمهم نظر الله إليهم. فلنهتم بنظر الله إلينا أكثر من اهتمام بنظر الناس إلينا.